التانية مثل الهضم والامتصاص، التنفس، التخلص من الفضلات. هلأ كفاءة هاي العملية أكيد بتخف مع التقدم بالعمر، وبناء على عوامل تانية كتير مثل العمر، مثل ما حكينا، مثل الجنس، ذكر أو أنثى، تعرض الشخص لأمراض صحية، كل هاي الشغلات بتأثر عليها. هلأ بالنسبة للعمر كيف بيأثر عليها؟ بيأثر باتجاهين. أول إشي تغيير الهرمونات، خاصة عند السيدة في فترة اللي بتكون جسمها يحضر حاله لفترة انقطاع الدورة الشهرية، بصير عندنا تغيير بالهرمونات. فالهرمونات الأنثوية خاصة الأستروجين بصير في هبوط. الرجال كذلك التستوستيرون عندهم بصير برضو يقل. فبالتالي مع تقدم العمر تغيير الهرمونات هذا فعلا بيأثر على عمليات الأيض. ما ننسى كمان مع تقدم العمر بصير عندنا بيتعرضوا لمشاكل صحية، مشاكل صحية برضو بتأثر على حتى عمليات الضغوط النفسية، يمكن كمان بكون لها أثر، بتأثر على عملية التمثيل الغذائي. وإحنا عادة القاعدة اللي بتكون متداولة عندهم إنه خلص إحنا تجوزنا وخلفنا وخلصنا من كل شيء، فهلأ عادي ناكل شو ما بدنا ويصير شو. لا، هم فعليا في مرحلة بحاجة إنهم يهتموا بأكلهم أكتر، يزيدوا الحركة أكتر عشان يحافظوا على التمثيل الغذائي بكفاءة عالية. ما ننسى كمان إنه كل ما تقدم الإنسان بالعمر كل ما كان كمان عرضة لإنه ينصاب بالعديد من الأمراض يلي للأسف بترافق هاي الأعمار، منها السكري، الضغط، وكله أكيد له علاقة بنظام الحياة، ستايل الحياة بشكل عام، إضافة للنظام الصحي اللي بتناوله الشخص. كمان في شغلة كتير مهمة، إنه إحنا مع تقدم العمر تكوين جسمنا من جوا يختلف، الدهون بتصير زيادة والعضل بصير أقل. العضل عادة لما بيكون نسبته بالجسم أكتر الأيض والتمثيل الغذائي بيكون أعلى، فمع تقدم العمر هاي النسبة بتختلف، فبالتالي التمثيل الغذائي بيقل. بالنسبة لنظام الحياة اللي حكيتي عنه قبل شوي، هم بيكونوا مضطرين أكتر يصيروا صحي، يزيدوا من قوة التمارين اللي بياخدوها، يشربوا مي أكتر، كل هاي الشغلات عشان يحافظوا على تمثيل غذائي عالي. طب إذا بدنا نيجي نحكي عن الرياضة مثلا، إيش هي الرياضة الأنسب للأشخاص الكبار من العمر عشان ينقصوا من وزنهم؟ عادة إذا كان عندهم وزن زيادة احنا بنفضل التمارين الهوائيه، يعني بنقول لهم اطلعوا امشوا، اعملوا تمارين هوائيه. هلا اذا وصلوا لمرحله صار في خساره وزن بس لسه لازم ينزلوا كمان والوزن وقف، بنصير بنقول لهم زيدوا من قوه هاي التمارين، يعني مش مشكله لو صار يعملوا تمارين فيها اوزان عشان يزيد الحرق عندهم، تزيد الكتله العضليه فبالتالي يزيد الحرق. وقديش مفروض ساعات يعني الرياضه اذا بدهم يسووا رياضه قديش مفروض؟ هلا لخساره الوزن احنا بنحب يكون كل يوم في ساعة رياضة، كل يوم يوميا بشكل يومي للحفاظ على خسارة الوزن اللي صارت. يعني أنا خسرت وزن بدي أحافظ عليه، الرياضة بتزيد ساعة ونص مثل ما حكينا عشان يزيد الحرق ويضل محافظ على الوزن اللي خسره. إضافة أكيد لتناول نظام غذائي صحي مثل ما حكينا، وممارسة الرياضة ساعة يوميا، والمشي هو أحسنها بالهواء الطلق. يعني هذا بدل أنه كل ما حد الواحد أو كل ما الشخص حافظ على وزنه حافظ على جسمه من بداية حياته، لنقول مثلا بسن الثلاثينات، كل ما حافظ على نظام حياة صحي، كل ما حافظ على أكله، حافظ على وزنه وانتظم بعمل الرياضة، ممكن يساعده يعني في المرحلة المتقدمة من العمر أنه يضل محافظ على هالصحة ويضل حاميها أكثر. أكيد بده يحافظ على وزن صحي ومهم كتير في هذا العمر، مثل ما حكينا بيكون عمر خاصة إذا كان عنده تاريخ بالعائلة يطور سكري، الضغط، أمراض القلب والشرايين، للأسف كتير صارت شائعة بين الأعمار الصغيرة بالعشرينات وبالثلاثينات، فكتير ضروري إنه يحافظ على نظام حياة صحي، يضل محافظ على عمليات الأيض والحرق عنده شغالة بشكل مزبوط. ونقطة كتير مهمة من ناحية النظام الغذائي، يعرفوا إنه لازم يكون نظام صحي من قبل أخصائي تغذية، يعني يكون معتمد على 5 وجبات بالنهار، كل ساعتين ونص ثلاثة يكون عندي يا وجبة رئيسية يا وجبة خفيفة، مش وقت الرجيمات في هاي المرحلة الغلط أبدا اللي بتعتمد على منع الخبز والرز أو بتركز على بروتينات، كلها هاي رجيمات غذائية خاطئة. لازم يكون نظام غذائي صحي موجود في كل المجموعات الغذائية بكمية معينة طبعا ومعتدلة وبأوقات معينة، عشان هذا إشي كتير أساسي في إنه يحافظ على صحة منيحة وعلى عملية
عمليات ايض كفاءتها عاليه. اكيد. طيب اثر يعني بصفتك اخصائيه تغذيه، احكي لنا هيك عن التجارب اللي مرت عليكي من الحالات مثلا السيدات او يمكن حتى الرجال واللي كانوا يعانوا من فعلا انه مشكله انه تقدمهم بالعمر وفي عندهم صعوبه في انقاص وزنهم، ايش عملتي معهم؟ كيف الاسلوب الغذائي خلينا نحكي بالضبط كيف اتبعتي معهم؟ هو بصراحه حسب انا شو شفت انه احنا اكيد تعلمنا انه العمر بيأثر على خسارة الوزن بتصير اصعب، لكن زي ما انا بشوف لانه اكلنا بصراحة كتير غلط، احنا بناكل كتير اكل جاهز، بناكل كتير معلبات حلو كتير، فاكلنا مش كتير منتظم. فحتى لو العمر الكبير لو كان 70 سنة زي ما أنا بشوف، لما بيروحوا على نظام غذائي صحيح بيمارسوا الرياضة اللي بيحبوها والمي بتكون مزبوطة لأنه الجفاف بيأثر على عملية الأيض، ففعليا نزولهم بيكون كتير ممتاز، يعني ما بيفرق كتير عن الأشخاص بالعشرين. لكن المشكلة تكمن إذا كان مع التقدم بالعمر عندهم مشاكل أكتر تعيق خسارة الوزن. نقص فيتامين د كتير شائع هاي الفترة للأسف، بيأثر كتير على خسارة الوزن، فلازم يوصل للحد الطبيعي عن طريق مكملات غذائية بيوصف لهم يا دكتور. لازم يوصل للحد الطبيعي عشان خسارة الوزن تصير طبيعية. في كمان موجود عندنا عند السيدات خاصة مشاكل بالهرمونات، إذا كانت السيدة عندها تكيس مشاكل بالهرمونات بيأثر أكثر على خسارة الوزن. لكن حدا كبير من 30 خلينا نقول فما فوق، إذا ما كان في مشاكل صحية تانية تعيق خسارة الوزن وملتزم بالدايت والرياضة طبعا وشرب مي كافية، ففعليا مش كتير بيأثر الموضوع على خسارة الوزن، بالعكس النتائج بتكون كتير حلوة. وأنا دائما بشجعهم أنه مش متأخر أبدا أنه أنت تبلش بدايت في أي مرحلة من عمرك، بلشوا إذا ما كان في أي مشاكل صحية وأكيد رح يلاقوا نتائج كتير حلوة. طب أنا بدي أسأل سؤال أخير، يعني كتير منا بيعانوا أنه فعلا إحنا ما في عندنا هذا الوقت أنه مثلا إحنا نروح على البيت ناكل أكل صحي، وبنكون مجبرين أنه إحنا نشتري هاي الوجبات اللي بتكون يعني ممكن أنها تكون سريعة أو من أي محل، بس إحنا جوعانين بدنا ناكل ومجبرين انه من محلات اللي برا مش بالبيت. في هاي الحاله ايش هي الوجبات اللي احنا بنقدر ناخدها وتكون يعني لها فائده صحيه وما تخرب لنا جسمنا او تسبب لنا زياده في الوزن؟ هو فعليا هاي فكره خاطئه عن الدايت. احنا دائما بنسعى انه احنا نصححها، انه انا لازم بالدايت اشتري اكل خاص فيي عشان يمشي الدايت معي واخسر وزن. الدايت الصحي هو عباره عن ايش موجود عندنا على الطاوله، يعني الصبح احنا بنفطر لبن زيت وزعتر، الغداء المقلوبة وهلأ العدس كمان والمجدد، هذه هي أطباقنا الفلسطينية، فعلا هي أطباق صحية جدا. فهذا هو فعليا بيكون موجود بالدايت، بس إحنا منعلم الزبون كيف يرتب صحنه وإيش، كل شخص بيختلف عن التاني. هلا بالنسبه لسؤالك انه كيف انا بالشغل بدي اجيب هاي الوجبه معي، هي صفه اولويات بالنهايه. اذا انا اولويتي صحتي، انا بقدر احضر طبق صحي قبل بيوم او الصبح واخده معي على الشغل عشان اخذ وجبتي الصحيه بالوقت المعين. ففعليا الموضوع مش صعب ابدا، هو بس نقرر انه احنا نكون صحي، يعني ما في حجج ابدا. بتمنى اكيد السلامه والصحه لكل ابائنا وأجدادنا وكل ما تقدم بالعمر. يعني هون منركز كمان على أهمية الحياة الصحية لإلهم أكيد، ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، مش شرط دايت، وفقط أن يكون نظام غذائي صحي مثل ما ذكرتي، شرب الماء بكثرة ولو أهميته للجسم، إحنا أكيد بنضمن حياة إن شاء الله تكون سعيدة، وأكيد رح يكون في خسارة والوزن صحيح مش رح تكون مثل ما إحنا بدنا وبالكمية الأكيد يلي الشخص بده إياها بهذا المرحلة من العمر، صحية. أكيد طبعا بيقدر يحافظ على هذا الموضوع. رياضة صحيحة، نظام حياة صحي، استرس أقل، نقدر نتعامل مع ضغوطات الحياة أقل، نوم كمان صحي كتير رح يساعد في هذا الموضوع. أكيد. شكرا كتير لوجودك معنا أخصائية التغذية آثار عجولي، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. شكرا لكم. شكرا لك.